لنا ولا ما ظل دار متوكش. أصلاً نعرفك على موسم الحصاد شو بيعني لنا احنا كفلاحين وكرويين، وهذا موسم الخير احنا نعتبره، وهو الموسم اللي الناس كانت تعتمد عليه سابقا. مع كل اسف اليوم انها استركت الوضع هذا، وده الشرط، خلينا نحكي باللغه العاميه، ده الشرط الحصيدي، وده الشرط شيء، وصار نعتمد على شيء بيجينا من برا. وهذا طلع الظروف احنا اللي بنعيشها حاليا، شو هي؟ انه كل الناس لازم ترجع للارض، الكل لازم يتمسك بالارض. تلفون معاه؟ يرجع سواء بزرع شتوي او بزرع صيفي، بعل او على الميه. فالمفروض انه كل بني ادم وبحب هاي البلد او البلاد نقول بشكل عام، انه هاي الارض هي الكنز تبعنا. الارض اللي الناس اللي بتاكل من برا وتعتمد على برا ما لهاش شيء، ما لهاش قيم، ما لهاش وجود، قيمها تعبانه. طالع من طالع هسه طالع. يعني هسه